إنها تيماء عروس الصحراء، والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي منها على الطريق الموصل بين المدينة المنورة وتبوك، وتبعد 400 كيلومتر إلى الشمال من المدينة المنورة و265 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من تبوك. لقد أهلها هذا الموقع الاستراتيجي الهام بأن تكون ملتقى عدة طرق تجارية للعالم في تلك الأزمان البعيدة، مما جعلها مطمعا وعرضة للغزوات من قبل الكثير من الممالك. من أشهر تلك الصراعات التي قامت عليها الصراع الذي دار بين الأشوريين والبابليين والممالك العربية القديمة، حيث انتهى الأمر باحتلال الملك البابلي نابونيد لواحة تيماء واتخاذها عاصمة لملكه لمدة 10 أعوام، والتي امتدت بين السنوات 539 إلى 555 قبل الميلاد. ولعل سورها الأثري الكبير الذي يحيط بها، والذي يعتقد بأن الذي بناه الملك نابونيد، أقوى الدلائل على ما كانت تتعرض له تيماء من أطماع الغزاة. سلكنا إليها أحد الطرق، لا بغرض التجارة ولكن بغرض التعرف على هذه المدينة التي طمرت ذكراها كما طمرت آثارها. أول ما دخلناها رأينا كيف يمتزج الحاضر بعبق التاريخ بكل عظمته وقوته وشموخه. تجولنا في شوارعها لنجد ذلك ماثلا في وجوه أهلها وفي مبانيهم وطبائعهم. تيمة تقع في منتصف المملكة العربية السعودية، فهي تقع بين الشمال وبين الحجاز وبين منطقة نجد وبين منطقة الشمال، كله يعني كحلقة وصل لجميع المناطق الموجودة حول تيمة. فهذا بالنسبة لي والتجارة كانت قديما تمر مع تيمة. كانت تيمة قديما عاصمة للدولة البابلية ومصيف لملك بابل، ففيها الآن الموجود، والآثار تدل على ذلك، والآثار تدل على أن الموجودات بتيمة أنه منذ العصر الحجري وهي موجودة. فعندما الآن جميع آثار الموجودة بتيمة كلها موجودة تحت الأرض، ما طالع شيء إلا بواسطة التنقيب هذا. بعض مرات تجي بطريق الصدفة، الواحد يحفر يلقى له حاجة، سمعت ولا لا، يلقى له بير، يلقى له مثلا نفق، يلقى له حفرة أثرية قديمة، يكتشف ويلقاها له مئات أو ألوف السنين مثلا. مهمتنا كان يمكن أن تكون عسيرة لولا الدكتور محمد بن حمد النجم، حيث لم نكن ندري من أين نبدأ وأين ننتهي، وكان يمكن أن نتعرف على أهم الآثار التاريخية في وقت وجيز. الدكتور محمد النجم أحد أبناء تيماء الأبرار، أحبها حتى النخاع، وهو طفل لعب في ساحاتها الأثرية كبقية الأطفال. كانوا يلهون بتلك الحجارة الأثرية المتناثرة في كل مكان، ولكن الطفل كان كثير التأمل في رسومها ونقوشها. فكبر الفتى وكبرت معه التساؤلات، إلى أن عرف أن كل حجر من هذه الحجارة يمثل صفحة في كتاب تاريخ أسلافه السابقين، فقاده شغفه بتراث بلدته إلى أن يتخصص في دراسات الأثار، وبدأ بعد ذلك عطاءه المتواصل لبلدته الصغيرة ولوطنه الكبير. كوني أحد أبناء محافظة تيماء وعايشتها منذ أن كنت طفلا، وأرى العلماء الأجانب وأرى الاهتمام بالآثار، وكنت شغوفا بهذه الآثار. كنا نأتي إلى هذا الموقع، طبعا كانت المدرسة المتوسطة محيطة بنفس الموقع،
كنا نلعب الكرة أمام الآثار، كنا نرى البعثات ترى تأتي إلى هذا الموقع وتحاول تسجيل ما يلاحظونه. كنت في ذلك الوقت أتوق وأكون يعني في 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 حالة يعني في رقبة جامحة نحو التعرف على ماهية هذه الآثار، وهذا يمكن ما دعاني إلى أنه حينما قبلت في كلية الآداب في عام 1402 جعلت تخصصي هو الآثار، لأنني أعرف وكنت متأكد من أن تيماه هي بلدة تاريخية مهمة. قبلها كنا نأتي، كان مدفع رمضان في نفس الموقع قبل أن يكون هناك اهتمام وقبل أن يصور الموقع، كان مدفع رمضان في وسط الموقع، كنا نأتي ونسأل ما هذه الأحجار التي حول، يقول هذه حفرية فلان وهذه حفرية فلان، هذا التمثال هذا الذي وجده فلان وقام بتكسيره بحثا عن الكنز داخله. كانت كلها مؤشرات ودوافع لأن أتخصص في الآثار. وبدأنا مع الدكتور محمد النجم رحلة التجوال مرشدا ودليلا إلى بعض من أبرز آثار تيماء القديمة. نحن الآن في موقع قرية، قرية يقع وسط تيماء في مركز المدينة. الموقع يبلغ محيطه حوالي 5700 متر، تعتبر من أكبر المواقع في المملكة العربية السعودية، يحوي الكثير من المظاهر الأثرية من أهمها القصور والحصون والأبراج والآبار وغيرها من المظاهر الأثرية. الحقيقة كبر الموقع جعل وكالة الآثار تحجم عن إجراء حفرية به والاكتفاء بعدد من المواقع الأخرى، حيث يحتاج إلى برنامج طويل المدى لاستخراج ما به من آثار، وفعلا هذا ما تم، حيث أبرمت الوكالة عقدا اتفاقيا مع المعهد الألماني لدراسات الشرق الأدنى، وفعلا تم ذلك. والآن كما ترون الفريق يعمل بكل جد ونشاط وقام بعدد من الحفريات في هذا الموقع، عدد من الحقول أنتجت عدد من المظاهر الأثرية المهمة. الحقيقة أنه كانت المعلومات لدينا أنه موقع يعود إلى فترة السمو الذي يعود إلى القرن الخامس الميلادي، أي قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 60 عام. لكن الحفريات الأثرية أظهرت أن الموقع يعود إلى ما قبل ذلك بكثير. هذه المعلومات وما توافر في كتب جعلتنا ننظر إلى الموقع بأهمية خاصة، ومن فضل الله أنه لم يتعرض لتعديات كبيرة عدا ما تعرض له في عام 1370، حيث قام أحد الأشخاص بنبش محاولة نبشه، فعلا ظهر عدد من التماثيل وجدت في موقعها والآن موجودة في متحف الآثار في تيماء. إن عملية البحث عن الآثار في مساحة كبيرة كمساحة القرية والتي تحتوي على كميات كبيرة من الآثار عملية شاقة وطويلة، ولذلك وضعت وكالة الآثار خططا زمنية متوسطة وبعيدة المدى لاكتشافها، ولتحقيق هذا الغرض استعانت بالمعهد الألماني لدراسات الشرق الأدنى للمساعدة في عملية الحفريات. وبالفعل استطاع الفريق الألماني الذي أوفد أن يحقق نجاحات معتبرة. البحث في آثار تيماء يعتبر أول تعاون أكاديمي بين وكالة الآثار السعودية ومعهد الآثار الألماني. تضافرت عدة عوامل جعلت من منطقة تيماء واحدة من أهم المناطق الأثرية في السعودية، حيث أنها منطقة غنية بالآثار وترجع إلى عدة عصور تاريخية وتتميز بوجود النقوش عليها، ومنها آثار فترة حكم الملك البابلي نابونيد في القرن السادس قبل الميلاد. وقد بدأنا في العام 2004 بالحفريات في عدة مواقع مثل هذا الموقع والذي يقع في وسط تيماء والذي يسمى بالقرية، وقد تم اكتشاف بعض الآثار والتي ترجع إلى عصور قديمة. وفي هذا المكان الذي نبحث فيه وجدنا مبنى كبير ومن المحتمل أن يكون معبد، والذي يضم إلى كونه معبد بعض الوحدات السكنية. موسيقى
تتميز تيماء بكثرة القصور والتي أنشئت في عصور مختلفة لتقف شاهدا على الحضارات التي كانت قائمة فيها منذ تلك الأزمان السحيقة. ففي الجانب الغربي منها يقف قصر الظلوم أو الزلوم، والذي تؤكد الدراسات والحفريات بأنه يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد إبان الفترة الهيلنسية، ويقال إنه كان للسموئل، ولكن لم تثبت الدراسات بعد صحة هذه المقولة. وعند أطراف المدينة كان ينتظرنا الدكتور محمد النجم ليطلعنا على أعظم اكتشاف استطاعت وكالة الآثار رفع النقاب عنه حديثا، وهو قصر الحمراء، والذي كان اكتشافه بمثابة مفاجأة لعلماء الآثار، إذ أنه لم يذكر لدى المؤرخين أو الرحالة قديمهم وحديثهم، وقد قوبل اكتشافه باحتفائية كبيرة في الداخل والخارج. وحسب النقوش التي عليه فهو يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتم اكتشافه بواسطة وكالة الآثار، وقد تم نقل معظم محتوياته لمتحف تيماء. ولا بد من الحديث عن السموئل وحصنه الذي ذكره كثيرا من الكتاب والجغرافيين والرحال القدماء أمثال المقدسي والبكري وغيرهم، حيث أشاروا إلى أنه يتمتع بعظمة كبيرة، ووصفوه بالأبلق في بنائه بياضا وحمرة، كان مبني من الحجارة كما تذكره الروايات، وكان يضم عدد كبير من الكنوز الأثرية المهمة. الحقيقة أن من ذكره صاحبه يقول في وصفه لحصنه، يذكر أن من بناه هو جده عادية، يقول أنه بنى لعادية حصنا حصينا وما أن كل ما شئت ارتويت، ثم يصف القصر ويقول فيه لنا جبلا يحتله من نجيره من أن يرد الطرف وهو كليل، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرعا لا ينال طويل، هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعز على من رامه ويطول. تنبع أهمية آثار تيماء وفائدتها من أن عليها نقوش، أي كتابات وبلغات مختلفة مثل اللغة النبطية والثمودية والآرامية والنقش المسماري. ومن خلال هذه النقوش استطاع العلماء تحديد الفترات التاريخية وطبيعة الحياة السائدة والأحداث فيها، وهي ميزة تميزت بها على آثارها. إن الوعي بالآثار وقيمتها للوطن وإنسان الوطن لم يكن معروفا ولزمان غير بعيد لدى سكان تيماء وغيرهم من سكان المناطق التاريخية، بل إنهم كانوا يخربونها بأيديهم ويستعملونها في بناء منازلهم الخاصة، وكانوا يرون الرحالة والمستشرقين يأخذون منها ويستغربون في ماذا سيفعل هؤلاء بهذه الحجارة. كان أول سكان تيمة يجدون الآثار يأخذوا الحجر هذا ممكن منقوش على شيء نبني فيه بقدر، ما ننقل له قيمة، كان ما له أي قيمة، يعني نلقى مبنى ما هنزينه آثار نجي نهده ونبني فيه قدر، نأخذ الحجر حقه نقول هذا حجر كويس ونبني فيه. زي المسلة، كانت المسلة ما حد يعرفها، وفيها الآن أحجار واجدة مكتوب عليها كتابات تلقاها في البيوت القديمة، أم بنين عليها بالطين ما حد يدري عنه شيء ولا أبد. أنا ساعة كنا حنا صغارة كالحين نحفر بالقرية هذه القرية فيها آثار، نحفر نلقها كالرجال معمول من صنع منحوت نحت، فعندما وجدنا قلنا ممكن فيه ذهب هذا الرجال هذا، ونقوم نكسر رجله ما وجدنا فيها شيء، وبعدين نكسر الرأس حقه قلنا غادي فيه شيء ما لقينا فيه شيء، ونكسر وسطه من هنا الآن اللي موجود ممكن موجود بالمتحف الآن كسر، ما حد يعرف عن قيمته هذا. زار عدد غير قليل من الرحالة الأوروبيين منطقة تيماء ووقفوا عند آثارها كثيرا، ونقلوا بعضها إلى بلادهم، ومن أشهر تلك القطعة الأثرية التي أخذوها هي مسلة تيماء،
والتي كتبت باللغة الآرامية، حيث يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد، وهي موجودة الآن في متحف اللوفر في فرنسا. جاء واحد قال له هوبر، هوبر هذا مستشرق قال يعني يمر المناطق هذه ويبحث عن الأثر، فجاء التيمة وجدها في بئر هداج مرمية رمي، فعندما بحث اللون شافه قال الواحد أبغاك تطلع لها الحجر هذه، طلع له شافه قال كويس، أعطاه ريال مدري فرنسي مدري ريالين، طلعها وحملها على جمل وداها المعظمة. المعظمة كالحين في سكة الحديد ماشية تروح لفلسطين وتروح لإسطنبول، سكة الحديد هذه ماشية، هم حملوها على الجمل لما وصلوها سكة الحديد، يوم وصلوها سكة الحديد حملوها بالقطار وروحوا فيه، ما كان لقيمة. أول كان يوم جاء مثلا، يوم جانا هنا مثلا عبد الله ثيلب يقوله فليب فليب يشرط للرجال يطلع عن خلاه يقيس النخله كم متر، يطلع الرجال يعطيه ريال يطلع النخله، لكن الدنيا ضعفه الدنيا حاله، يطلع ويقيس النخله يعرف كم متر النخله. فكان هذا يعني كان الأول يجون مستشرقين هذولا يجي يشوف أي حجر يأخذها ما حد يقول له لا. ومن أشهر أولئك الرحالة الذين زاروا تيماء عبد الله فيلبي، الذي كتب كثيرا عن الجزيرة العربية وتجول في سهولها وصحاريها. وهذا هو موقع غيران الحمام الذي عرف بهذا الاسم بعد أن زاره الرحالة الإنجليزي عبد الله فيلبي، حيث أطلق عليه هذا المسمى، لكن التسمية المحلية له هي غيران مجدر، حيث كان يستخدم كمحجر صحي لمن يصابون بأي مرض وبائي، استخدموا الهالي لهذا الغرض. طبعا كان كهف، ولا زال طبعا انه كهف طبيعي كان يستخدمه الاهالي للتنزه او للخروج في اوقات القصيره، حيث يحيط بالبلد كما نرى لا يبعد حوالي 100 متر من هنا. طبعا استنادا الى الاهميه الموقع وبسبب وجود مع بعض المعطيات الاثريه في هذا الموقع تم تصويره، الموقع يحتوي على عدد من المظاهر الأثرية منها الرسوم الصخرية والكتابات القديمة المختلفة الأنواع. تعرضت تيماء قبل حوالي 700 عام إلى طوفان أدى إلى تدميرها كليا، مما تسبب من خلوها من السكان، إلى أن تم إعادة تأسيسها على يد سليمان الغنيم القادم من منطقة حائل، لتبدأ صناعة التاريخ من جديد وإلى يومنا هذا. قبل 700 سنة أتى إلى تيماء طوفان ودمر تيماء وطمر جميع الحياة فيها بما فيها هداج. خالية تيمة تماما من السكان ومن الأهالي ومن ولا يوجد فيها حياة أبد. أما 1000 هجري أتى رجل اسمه سليمان الغنيم، ينحدر من قبيلة شمر من سنجارة. أساس أهل تيمة، أساس أهل تيمة هم أبناء سليمان الغنيم، بحكم أنه أول رجل بعد الطوفان ب300 سنة يحضر إلى تيمة، وتكونت مجموعات كبيرة من أهل تيمة من هذا الرجل. أصبحت تيمة منطقة جذب لكثير من أهالي المناطق الأخرى، وصارت بوتقة انصهرت فيها قبائل عدة، ولتكون نسيجا اجتماعيا فريدا تركزت فيه الخصائص الفريدة لإنسان هذا الوطن من كرم وجود. الله حياة قبل بسيطة فهمت، هذا الشعيب هذا اسمه السليلة، هذا الشعيب هذا اسمه السليلة، يجون البدو ويأخون عندنا
ها ونكرمها ونعشيها ونغديها ها ايه. والسواني بعارين يطلعنا الماء من البير نسقي ايه. النخل على جمل على بعارين ونزرع على بعارين والحين نحمد الله ونشكره غطسات ومكاية وخيرات نحمد الله ونشكره. أما آثار التاريخ الحديث لتيماء نجد من أبرزها قصر المدرعية الذي قام بتشييده رمان بن حتيمي شيخ تيماء والذي توفي في عام 1880 للميلاد، وقد قام ابنه عبد الكريم بترميمه وإدخال بعض المباني الجديدة عليه. أنشأ هذا القصر من الموقع اللي حنا فيه والداخل رمان بن حتيمي الذي ولد في عام 1780 تقريبا، وبدأ في عمارة القصر عندما بلغ من العمر 20 عاما، وأي في عام 1800 ميلادي تقريبا، وعاش فيه حتى وفاته في عام 1880. ومن ثم وبعد تولي عبد الكريم بن رمان عمارة تيماء إعادتها إلى الرمان بعد ما حكمت من قبل الرشيد لفترة، قام عبد الكريم بوضع تحسينات على القصر، وهي الأسوار اللي أمامكم من اليمين ومن الشمال والملحق الخاص بالرجال، وهذا بدأ فيه التعمير في عام 1335 وانتهى تعمير التوسعة الثانية اللي قام فيها عبد الكريم ب 1338 مثل ما واضحنا. أي أن القصر على مرحلتين، المرحلة الأولى لها بحدود 200 سنة تقريبا، أما المرحلة التاسعة الثانية في تاريخها مضبوط في عام 1338 انتهى تشييده وأصبح على شكله الحاضر الموجود الآن. أثناء تجوالنا في ردهات قصر المدرعية وجدنا العم فهد الحرير، وهو رجل مسن عرف عند أهل تيماء بأنه مرجع للمنطقة في وصف الحياة في السابق ولتاريخ هذا القصر بالتحديد، فقد عمل منذ صغره وعاصر وشارك في آخر إصلاحات أجريت له. بالله أول فيه ماتوا عسى الله الله يرحمهم راحوا بارك الشيوش بنا عنبر بنا فرحان المرجان بنا سميحان بنا كل هالتيمة كلهم هالتيمة كلهم هم اللي بنوا. يعني جاء واحد من برا؟ لا ما جاء أحد من برا يبني إلا هالتيمة. طيب. على انظره على انظره أيوة. على انظره. طيب. اللي بارك الله فيك اليوم منه جاء وشاف يعني هذا معه الخيزرانة هذه يقول بيقدر هاللون إنسانها هوت فهو هذا مغلق بالطين مشبع يعني مغلو إنسانه ما دخلت لا قال لك شعو. ومثل ما تمارس منطقة تيماء نشاطاتها المختلفة من زراعة وتجارة وغيرها، فهي أيضا تهتم بالأنشطة الفنية والتي هي جزء من تاريخها وحضارتها. وكل وان لا جاء وقت العيد يعرضون برا برا يعرضون أهل تيمة وبارك الله فيك ويلعبون وقت العيد ويعرضوا كلها يعني. إن لتيماء خاصية تميزت بها دون سواها من المناطق، وهي التي تفسر لنا استمرارية نشوء الحضارات فيها طوال تلك الأزمان، وهي أن تيماء تتميز بتوفر المياه العذبة فيها، مما جعلها قديما وحديثا بلدا زراعيا من الطراز الأول، فاللون الأخضر ظل دوما سمة تلازم اسم تيماء. تيماء كانت في عيون
غير ما تدور عليها. ليه؟ لأنه الشعراء شبهوا بتيمة في وضع غير الوضع احنا نشوف. سمعت ولا لا؟ كان أول السورة اللي نشوفها السورة الأثر المبني على تيمة ممكن أنه كان سور، ممكن أنه كان سد، المياه تحيط بتيمة من جميع الجهات. والدليل على ذلك أنه موجود قويقعات أرض برا، تلقى قويقعات، هذه القويقعات لا توجد إلا في المكان اللي فيه ماء. فتجد مثلا أماكن الآن تحفرها تلقى كل قويقعات. ليه؟ هذا كان فيه ماء. فكان والدليل على ذلك في قناطر الآن موجودة، ممكن خارج تيمة لو طلعت وراء المدينة الجديدة تلقى قناطر موجودة ماء، هذه قناطر مبنية للماء، إذن في ماء. تيماء بلد زراعي ينمو فيها الزرع بكل سهولة ويسر، ويزدهر فيها النبات ويكثر إنتاجه، ويتميز على بقية المناطق الأخرى، وقد نشأ سكانها منذ القدم على هذه الحرفة. فالأستاذ عطلة أحد أبنائها اشتغل في سلك التعليم، وتخرج على يديه كثير من أبناء تيماء، وهم الآن يعتلون أرفع الوظائف والمناصب في مرافق الدولة المختلفة. وبجانب القلم هو أيضا يحمل المنجل، فالزراعة عنده ليست مهنة فحسب، ولكن موروث مغروس في نفسه وعشق يجري في دمائه. كان آبائي وأجدادي مزارعين في ذلك الوقت، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت إلا الزراعة والتجارة. فعملت بالزراعة مع والدي، وأصبحت الزراعة تمشي بعروق الإنسان، ما أقدر نستغني عن الزراعة. إن كثرة الأودية التي تأتي تيماء من مختلف الجهات لانخفاض أرضها أدى إلى ارتفاع خصوبة تربتها ونجاح عدد من المحاصيل الزراعية التي أدخلت عليها حديثا، مثل الموالح والزيتون. الزيتون والجميع يعرف أنها شجرة مباركة وأكلها طيب، فأثبتت هذه المحافظة نجاح زراعة واستزراع شجر الزيتون في هذا، وأعطت ثمار جيدة ونتائج جيدة، لدرجة أنه الآن صار فائض، وأصبح كثير من الإنتاج يسوق داخل المحافظة وخارج المحافظة في كثير من أجزاء المملكة. قال الرحالة عبد القدوس الأنصاري إن تيماء كان بها 1800 نسمة في عام 450 قبل الميلاد، وقد ذكر في كتابه أنه يتمنى أن تعود تيماء إلى ذلك التاريخ، لأنها كانت تضج بمظاهر الحضارة. وها هي دعوته قد استجيبت بأن عادت تيماء إلى سابق عهدها، ولكن بثوب حضري حديث. وما زال بئر هداج يقع منها موقع القلب، شاهدا ومغذيا بمياهه العذبة كل مراحلها التاريخية والحديثة.